الآن من بيروت أحمد بخيري المدير التنفيذي لمنظمة أطباء بلا حدود. أهلا بك سيد أحمد، كيف تتابع منظمة أطباء بلا حدود الوضع الإنساني والصحي في السودان بشكل عام وفي إقليم دارفور بشكل خاص، خاصة ما يتم الحديث عنه في مدينة الجنينة؟ شكرا لكم لاستضافتي. إن الأخبار التي تأتينا من السودان هي فعلا مروعة. نحن نعمل في مناطق متعددة من السودان، سواء كانت فرقنا التي تم ترحيلها من الخرطوم إلى ولاية الجزيرة في مدني، أو إلى ولاية القضارف، كسلا، النيل الأزرق أو النيل الأبيض، أو حتى في ولايات دارفور مختلفة التي تم إخلاء فرقنا من هناك نتيجة للظروف الأمنية إلى المغادرة إلى دولة تشاد. أما بما يتعلق بالأحداث التي تم ذكرها في تقريركم، وكما ذكرت منظمتنا، أن الوضع الصحي ووضع الأخبار التي تأتينا عن طريق اللاجئين هي فعلا مخيفة، بحيث أن وصول أكثر من 120 ألف إضافة إلى 400 ألف شخص نازح أو لاجئ في دولة تشاد في منطقة أدري يزيد من سوء الأوضاع الصحية، وخاصة أن الأخبار التي تأتينا من المرضى الذين يتمكنون من الوصول إلى مستشفانا التي ندعمها في أدري تخبرنا بالكثير عن أعمال العنف الذي تعرضوا إليها في خلال رحلتهم طيب سيد من أحمد، مدينة الجنينة. بالحديث عن أعمال العنف وإطلاق النار على المدنيين في الجنينة تحديدا، هل أمكن التعرف عن المسؤول عن هذه العمليات من قتل ونهب وتعذيب وأيضا اعتداءات جنسية؟ نعم، إن كل الأخبار التي تأتينا ونقول أنها هي شهادات من المرضى تفيد بأنها عمليات تتم بناء على اختلافات قبائلية. نحن لسنا في وضع يمكننا من أن بأن نؤشر بأصابعنا اتجاه مجموعة معينة، ولكن نحن نرى أن الأشخاص المتضررون هم أكثر ما يهمنا في هذه الحالة، وندعو جميع الأطراف المتنازعة في السودان، سواء كانت من قوات الدعم السريع أو من قوات جيش السودان الحكومية، بالحفاظ على سلامة المدنيين وأيضا عدم التعرض للمراكز الصحية. وهذا هو ما سوف ندعو إليه ونقوم بإيصاله حسب التقارير التي نعم، تتم هل من مشاركتها. اتصالات بينكم بين المنظمات الدولية وغير الحكومية من جهة والأطراف المتحاربة على الأرض من أجل إنشاء ممرات إنسانية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى إقليم دارفور وإلى مختلف المناطق السودانية؟ كما تحدثت، حتى مدينة أدري التشادية لا يمكنها تقديم كل الإمكانات والاحتياجات المطلوبة لهؤلاء اللاجئين على أراضيها. نحن بطبيعة الحال نقوم بالتعاون مع جميع الأطراف بحيادية حتى نتمكن من إيصال الخدمات لمستحقيها، بل أيضا لسلامة مؤسساتنا وطواقمنا العاملة، وهو ما يفرض علينا التواصل مع جميع الأطراف. بل أيضا نحن نتواصل مع جميع المؤسسات الدولية التي يمكنها تسهيل أو إيصال المعلومة أيضا للأطراف المتقاتلة. أما بما يتعلق بمدينة أدري، فنحن فرقنا قد غادرت مدينة الجنينة من يوم 26 أبريل منذ اندلاع الأحداث، حيث أن المستشفى التي ندعمها في مدينة الجنينة قد تعرضت للنهب، وقد أيضا تعرضت طواقمنا هناك للاعتداء. ومنذ خروج فرقنا من مدينه الجنينه لم نتمكن من العوده الى الجنينه في حد ذاتها، ولكن قمنا بانشاء مستشفيات ومساعده السلطات الشهديه في مدينه ادري لاستقبال اللاجئين السودانيين في تلك المنطقه. شكرا جزيلا لك من بيروت، احمد خيري المدير التنفيذي لمنظمه اطباء بلا حدود.